آية عبد الغني، مهندسة ديكور، بشتغل ديكوباج من أكتر من 3 سنين. بحب شغل هاند ميد وبحب الألوان، فبدأت أشتغل ديكوباج عشان أنمي الموهبة دي. بدايتي مع الديكوباج، أنا أصلاً بحب الألوان جداً وبحب الشغل هاند ميد جداً جداً، مش بحب يبقى الشغل روتيني، فعشان كده أنا بديت الديكوباج عشان حبي للألوان، يعني أطلع حاجة مختلفة، أطلع حاجة مش مكررة في أي حتة. انا بديت الديكوباج من اكتر من 3 سنين. ما بحب الشغل الروتيني في شركه او كده. انا جربت ان انا اشتغل في الشركه واشتغلت فتره، بعد كده سبتها، فكنت قاعده في البيت فتره. فمن حبي للالوان ومن حبي للشغل الهاند ميد، فقعدت ادور، لقيت الديكوباج، جربت مع نفسي في البيت، لا بدات اطلع حاجات نتيجتها كويسه جدا، تشجيع بقى من كل اللي حواليا ومن اهلي ومن اصحابي، فبدا الموضوع يتطور معايا الفكره ان انا احولها لبزنس. بدات اشتغل، عملت البيج لنفسي باسمي، وبدات اعرض عليها شغلي. بدات الاقي اقبال كبير جدا من اهلي ومن اصحابي ومن حتى الناس اللي شغالين معايا في نفس المجال، وتشجيع دايما. فمن هنا بدات اطور واحده واحده، بدات في ناس بدات تطلب مني ان انا اعلمهم، بدات ادي كورسات في مصر وبره مصر، في السعوديه، وبدات ادخل برضو ايفنتس في هنا وبره مصر عشان اعرض شغلي. الخامات، ابسط حاجه الالوان، بنستخدم الوان اكليريك علشان بس تبقى معانا مناسبه، وورق. ممكن الورق ده بيبقى رايس بيبر، هو مش متوفر في مصر قوي، فبنستبدله ممكن ابسط حاجه بالورق المطبوع ليزر بالالوان. وفي المناديل اللي هي النابكن بتاع الديكوباج المخصصه، برده دي سهله في الاستخدام. هو ديكوباج بسيط جدا لو اي حد عاوز يتعلمه، ومش لازم ابدا يكون حد عنده موهبه الرسم، عشان السؤال ده بيتسال كتير جدا. اهم حاجه بس ان يكون عندي سنس في الالوان، في اختيار الالوان مع بعض، في تنسيق القطعه، ان انا اطلعها بطريقه كويسه وتبقى شكلها حلو. فببساطه جدا الديكوباج ان انا بلزق ورق على قطعه الخشب عندي او اي سطح عندي انا عايزه اغير فيه. بس هو برضو مش بس مجرد قص ولزق برضو زي ما الناس معتقده، لا، هو برضو عايز فن وعايز تكنيك، في تكنيكات ليه مختلفه جدا عشان تظهري شغلك وعشان يبقى شغلك ليه يعني بصمه مميزه في وسط الموجود. حاجه بميز بيها شغلي ان انا احاول، انا ما بحبش اعمل قطع مكرره او حاجه تقليديه، دايما افكر في القطعه والديزاين بتاعها انها تكون حاجه مختلفه، سواء من اول الماتيريال كخشب لو انا هعمل ماتيريال جديده اصلا او فكره جديده خالص، او حاجه انا بجددها. بحب بقى ادمج معاه مثلا الميكس ميديا حاجات، او الورد اللي هو السكربشر ارت بالورد البارز، ده برضو بيميز الشغل شوية وبيخليه حاجة جديدة مش موجودة. وخاصة كمان ان اي حد بيحب الهاند ميد هو بيحبه عشان الهاند ميد حاجة مش مكررة، هي القطعة بتتعمل ما بتتعملش تاني، بيبقى ليكي انت لوحدك، مش عند اي حد تاني. في الفترة الأخيرة الناس بدأت تفهم أصلا يعني إيه هاند ميد، ويعني إيه الشغل بيبقى إزاي متعوب عليه، وإزاي بياخد وقت ومجهود كبير جدا غير الشغل التاني. فبدأ في الفترة الأخيرة بدأت الناس تفهم يعني إيه، والحمد لله بدأت الناس يعني تقدر حاجة زي كده. أنا أمنيتي إن شاء الله إن أنا أفتح جاليري يبقى بتاعي، في سواء بقى القطع اللي فيه كلها أو الديزاين بتاعه، ونفسي أعمله الديزاين الحاجات اللي هي القديمة الفينتج كله، مش بس قطعة ولا اتنين، حتى الديكوريشن بتاعه من جوه والستايل بتاعه عموما يعني. فإن شاء الله أتمنى حاجة زي كده بإذن الله تحقق قريب.